السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. احنا كيف حالك؟ الحمد لله في نعم من الله، الحمد لله، نتقلب في نعم الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، تفضل. الله يجزيك بخير. أنا أسألك، إنسان يعني أقسم على شيء ويريد أن يطعم. إنسان أقسم يعني على شيء أن يطعم الأطفال الصغار، يعني تجوز فيهم، أو لا يطعم يعني الكبار. عفوا أعد سؤالك. إنسان أقسم على شيء، يعني حلف على شيء. إنسان أقسم على شيء وبعد؟ بعد يريد أن يطعم الأطفال الصغار مثلا الذين يقرؤون القرآن في المسجد. يعني هل يجوز إخراج كفارة اليمين لأطفال صغار يدرسون في المسجد؟ نعم. أولا لا يجوز ذلك إلا إذا كان الأطفال الصغار مساكين. إذا كان الأطفال ويعطي المسكين منهم وجبة المتوسط الكبير. وجبة المتوسط. أيوة، إذا كانوا مساكين. ضروري أن يكونوا مساكين. طبعا، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. ممكن ولد من اللي يدرس في المسجد أبوه ثري. إيه صح صحيح. أيوة. نعم، شكرا.